مساء الخير. النهاردة هنوريكم فيديو ازاي نعمل تشيك على الستيمولس تشيك اللي بيتبعت علشان المساعدة من الـ IRS للناس. الويب سايت اللي هنخش عليه دلوقتي هو irs.gov/EIP. أول ما بنخش على الويب سايت في Get My Payment بندوس عليها. بعد كده بيقول لك البيانات مين اللي بيكواليفاي. You may need 2019 return if filed أو 2018، يبقى 2018 أو 2019. الويب سايت ده هيخلينا نعمل تشيك على البيمنت ستاتس، البيمنت وصلت فين، الشيك وصل فين، هيجي لك شيك ولا هيجي على البنك، او لو هيجي لك على البنك هيدي لك اخر اربعة ارقام رقم الحساب اللي دخل عليه. لما ندوس على get my payment مرة تاني في الصفحة الجديدة ويدخلنا على صفحة تاني، بيقولك ده استعمال خاص بس ان الواحد يتشيك على معلوماته هو، authorized use only يعني. بندوس OK. بنخش، بيسألك على معلومات خاصة بيك، الـ social security number، بعدين في date of birth والـ street address والـ zip code. فبنملى البيانات بعد ما بندخل البيانات بيقول لك we scheduled the payment ان هي توصل. مثلا لو كانت اتبعتت لك هيقول لك اتبعتت امتى وهتنزل في انهي حساب بتاعك، الاخر اربع ارقام من الحساب مثلا. الكلام ده لو كانت اتعملت ان البيمنت اتدفعت واتعملت لها دايركت ديبوزيت، يعني اتعمل لها ايداع في حساب بتاعك اللي انت استعملته قبل كده في الـ tax return بتاع 2018 او 2019. في مثلا option تاني، هنخش على نفس الويب سايت irs.gov/EIP. هنعمل نفس الخطوات تاني، هجرب معلومات تانية، معلومات بتاعت البيمنت دي بتبقى لحد هيجيله البيبر تشيك instead of the direct deposit، يعني هيجيله شيك في البوستة مش هيتحط له الإيداع في البنك. نفس الخطوات get my payment authorized use only، نقول OK. وبعد كده هندخل البيانات تاني، البيانات بتاعت اللي أنا حطيتها دلوقتي بتاعت حد هيجيله الشيك في الميل، هيجيله paper check وبيقول لك ان هو اتبعت يوم 24 يوم 24 ابريل 2020 للادرس اللي اتحط في البيانات. انا هعمل دلوقتي هستعمل بيانات عامه علشان اخليه يبين ان المعلومات اللي موجوده اللي اتحطت غلط، هيدي لك الـ payment not available. قول له get my payment، نعمل scroll down ننزل بالصفحة لتحت get my payment تاني، بعد كده okay. الطريقة اللي هندخل بيها هي بندخل الـ social security، بيبقى 9 أرقام. بعد كده بندخل تاريخ الميلاد بنفس الفورمة بتاعت اللي مكتوبة فوقيها، الشهر الأول، رقمين للشهر، رقمين لليوم، وأربع أرقام للسنة. فاحنا ندخل 1/1/1999 مثلا، والأدرس هيبقى العنوان بتاعك مثلا، هنقول
1 2 3 4 مين ستريت حاجة زي كده، وبعدين الزيب كود 08882 مثلا بتاع الموجود. مش محتاجين نحط أي حاجة تاني، مش محتاجين نحط التاون ولا الستيت، هو العنوان بالشارع والزيب كود فقط، ونقول كونتينيو. هندخل البيانات دي للأرقام طبعا، عشان أنا بستعمل أرقام عامة كاختبار، مش عارف يعدي فيها. في بعض الأحيان الناس هتحط بياناتها وهيجي لها payment status not available، ما عندهمش علم ال payment هيجيلك بشيك ولا هيجيلك direct deposit، ما عندهمش خلفية. لما بندوس على frequently asked questions بيوريلك كل status ممكن يطلع وليه بيقولك كده. فمثلا هنبص على payment، دي كل الإجابات اللي ممكن تطلع لنا، فهنقول مثلا payment status not available. ايه السبب اللي بيخلي الحالة ده يطلع؟ بيبقى حاجة من الحاجات اللي قدامنا دي مثلا، يا اما انت محتاج تفايل التاكسز بتاعة 2019 لان ما عندكش 2019 وما عندكش 2018، ما عندهمش اي بيانات عنك، فمحتاج تعمل التاكس ريتيرن بتاع 2019 لان هم ما عندهمش اي بيانات عنك. والسبب التاني ان انت مش بتعمل تاكس ريتيرن، مش بتفايل الضرائب بتاعتك في اخر السنة، وعشان كده ما عندهمش اي خلفية. والاخر ان انت you're not eligible ان انت يجيلك البيمنت دي. مين eligible؟ مين اللي يقدر يجيله البيمنت دي؟ بندوس على who's eligible. فهم الناس اللي هم الـ US citizen اللي معاهم الجنسية الأمريكية. بيجي لك $1200 ذات المصدر الرئيسي في الدخل الأساسي في البيت، و2400 لو في اتنين شغالين مع بعض. البيمنت بتيجي هنا، هو لو واحد بيعمل ضرايب لوحده وبيعمل أقل من 75,000 هيجي له $1200 كلها. لو واحد اللي هو الـ head of household اللي هو المصدر الأساسي للدخل بيرفعه ل 112,000 عشان يجيله الـ 1200. لو في اتنين متزوجين وبيعملوا الضرائب مع بعض في آخر السنة بفايل تاكسز عند المحاسب مع بعضيهم، فبيسمح لغاية $150,000 أو أقل. لو أكتر من كده الفلوس اللي بترجع بتبقى أقل. فده فيديو ملخص لإزاي تعرف تشوف أنت هيجيلك الستيمولوس تشيك ده على حسابك في البنك، أو هيبعته لك على البيت في الميل ويقولك التاريخ هو متوقعين إن هو يوصل إمتى. في ويب سايت بيقول اللي بيعملوا قد إيه في السنة هيتبعت لهم الشيكات امتى. انا هسيب دي على الشاشة شوية برضو علشان نتأكد ان كل يشوف، كل واحد يقدر يشوف يعني بيعمل من 10 لـ 20,000 هيبعت قبل the week ending May 1st، يعني قبل May 1st بيتبعت من 20 لـ 30 هيبقى 8 مايو، وبعد كده بينزل تحت لغاية الماكسيموم بيبقى 190,000 198,000 عشان لو في اتنين متجوزين بيعملوا المبالغ دي، بيبقى ساعتهم هم الناس اللي هيجيلها في الآخر. هما بيبتدوا بالإنكم القليل بيبعتوه الأول عشان يوصلوا لهم الفلوس أسرع، وكل ما بيزيد الدخل السنوي بتاع 2018 لو أنت مش عامل الضرائب بتاع 2019 بيبص على 2018، لو عامل 2019 بيبص على الضرائب بتاعتك في 2019 وانت عامل كام اجمالي الدخل 20 30 May 8، وبعد كده الى اخره بيمشي واحد مبلغ من 70 ل 80 June 12
والتحت. ممكن لو انت عايز تبص على تشوف انت هيجيلك امتى التاريخ بتاعك، ممكن تعمل بوز للفيديو دلوقتي وتشوف انت ممكن تتوقع الموضوع ده تحديدا للناس اللي هيجيلها paper check، اللي هيجيلك شيك في البوسطة. لو انت عامل الدايركت ديبوزيت ان هي تجيلك على البنك، كله المفروض توزع by April 17. عشان تعرف يبقى لازم تخش على my payment في irs.gov/EIP، وبعدين تعمل get my payment وتدخل بياناتك عشان تعرف انت هيجيلك شيك في البوسطة ولا الدايركت ديبوزيت زي ما عملنا في الأول. أتمنى إن الفيديو ده يكون ساعدكم، وحاولنا نوضح لكم إزاي تشوف الستيمولس تشيك هيجيلك إزاي. إن شاء الله نعمل فيديوهات تاني نوضح حاجات وتفاصيل أكتر للناس، عشان لو في أي حاجة نقدر نساعد بيها برضو ممكن تعمل كومنت وتقول لنا رأيكم. لو في حاجة تحبونا نساعدكم فيها قولوا لنا، وإحنا هنحاول نساعد على قد ما نقدر. ربنا يبارك وربنا معكم.